بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: أنا معلم للقرآن الكريم وأعلم الأطفال وأحيانا أضربهم لعدم فهمهم أو لسوء حفظهم، فهل هذا جائز؟ نعم، إذا رأيت منهم إساءة أدب أو تكاسلا فلا بأس أن تضربهم ضربا يسيرا ينبههم، وأما الضرب الشديد فلا يجوز. وأيضا إذا كانوا من كان منهم بطيء الحفظ لا تضربه، هذا شيء ما هو باختياره، اللي بطيء حفظه هذا لا تضربه، لكن اصبر عليه. أما الذي تلاعب ويتكاسل لا يستحق أنه يؤدب، إما بالزجر والكلام وإما بالضرب اليسير أو التهديد أو غير ذلك. أنت مربي، شوف الأصلح لهم.